رسميا البورصة تعلن عن أسعار الذهب لحظة بلحظة وتطلق المؤشر الاسترشادي. كنا اتكلمنا من فترة عن أن أسعار الذهب هتبقى على شاشات البورصة المصرية وموقعها الرسمي، وده بالفعل تم تنفيذه النهاردة. وعشان نكون عارفين، عرض أسعار الذهب على شاشات البورصة بيتطلب توافق أسعار الذهب مع السعر العالمي، وبيتم ربط الأسعار بإنتاج مصفات الذهب المصرية مع السعر العالمي وسعر الدولار في البنوك، بالإضافة كمان لمراعاة العرض والطلب. بس خلي بالكم، أسعار الذهب اللي بتتم إعلانها على شاشة البورصة هتكون أسعار استرشادية مش إلزامية. يعني حضرتك لو ناوي تنزل تشتري ذهب، هتشوف السعر المعلن من قبل البورصة، هيكون عندك فكرة مبدئية عن السعر العادل للجرام عن مختلف الأعيرة، وبعدها هتروح لأي محل ذهب، ممكن ساعتها تلاقي السعر أكتر شوية، لأن السعر المعلن زي ما قلنا لحضراتكم هيتم تحديده بناء على 3 معايير أساسية: السعر العالمي للذهب، وسعر الدولار في البنك، وحجم إنتاج مصر. وخلينا نقول ان الطريقة دي لمعرفة سعر الذهب هيسهل على الناس معرفة الأسعار بشكل سهل وبسيط من خلال موقع البورصة أو الشاشات.